لا تحتاج لكل الحركات كي تنتصر في ألعاب الطبيعة. أحيانا ضربة واحدة قد تكون كافية للحصول على اللقب. في غابات فيتنام يخرج هذا الثعبان البرمي بحثا عن الغداء، وقد رأى للتو وجبته المفضلة، جرز جميل مليء بالعصارة. يعصر هذا الحيوان جسده الذي يقارب 5 أمتار حوله. الثعابين يمكنها البقاء 5 أشهر دون طعام، لكن عندما تأكل فهي تأكل بنهم حقا. يمكنها أكل ما يعادل وزنها في وجبة واحدة. كان يتناول رجل بالغ قطعة همبرجر بالجبن تزن 90 كيلوغراما. بعد أن يبتلع وجبة الطعام السريعة سيذهب إلى بقعة مشمسة ويقضي عدة أيام في عملية هضمها، لكن ليس بهذه السرعة، فقد اشتم اللسان المتفرع للص رائحة الفريسة. الفرعان الموجودان في اللسان يلتقطان الرائحة من اتجاهات مختلفة مما يوفر له رائحة مجسمة. وهو يريد قطعة من الفطيرة، إنه انتهازي، حيث من السهل سرقة الطعام عوضا عن صيده بنفسه. يخبئ صاحب الطعام طعامه بسرعة كبيرة. إن أراد اللص الحصول على الجرز يجب عليه التفكير مليا. إنه يتجه إلى صاحب العشاء مع 350 عظمة في عموده الفقري، ما يزيد 10 أضعاف منها عند الإنسان، يلتف بجسده حول صاحب العشاء. ويخنقه ببطء شديد حتى الموت. ارتكب لص الجرزان جريمة، والآن يجب عليه التخلص من الدليل. يمكنه تحريك فكه من مكانه وابتلاع فريسة أكبر 5 مرات من رأسه. أسنانه المتجهة للخلف تعمل عمل سقاطات تقوم بدفع الضحية مباشرة إلى داخل معدته. بينما يبتلع لص الجرزان صاحب العشاء، يبدأ بتغيير شكل جسمه كليا لتسهيل عملية الهضم. هذه المعركة قد انتهت.